ومع السؤال العاشر، عند استخدام بكرتين في رفع جسم قوته 200 نيوتن، نبذل شغلا مقداره 150 جول أم 100 جول أم 200 جول أم 50 جول؟ تعال معي عزيزي الطالب نتذكر، إذا كان هذا الجسم الذي نريد رفعه وقوته 200 نيوتن، فإننا نستخدم بكرتين. هذه هي البكرة الأولى، والبكرة الثانية توجد هنا في هذا المكان مثبتة في الأعلى. الذي يحدث هنا عزيزي الطالب أننا الحبل يمر حول هذه البكرة المثبتة في الجسم، ويمر أيضا الحبل على البكرة الثانية، وتصبح هنا القوة الناتجة. إذن 200 نيوتن عزيزي الطالب توزعت بين البكرتين، هنا تكون 100 نيوتن وهنا أيضا 100 نيوتن، والقوة الناتجة في هذه الحالة تساوي القيمة في الحبل الموجود حول هذه البكرة، فتكون القوة الناتجة هي 100 نيوتن، أي نصف هذا المقدار. إذن عند استخدام بكرتين في رفع جسم قوته 200 نيوتن، فإننا نبذل شغل مقداره، أحسنت، 100 جول.